انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمرويين الصحية التابعة لقصير جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وقد وقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف العلاج بالمجان لنحو 224 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء كشف مبكر عن الأمراض المزمنة لنحو 43 حالة القفلة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية مع معمل تحاليل شامل كافة التحاليل ومركز أشعة لعمل الأشعة اللازمة مع صيدلية فيها أكثر من 110 صنف تشمل كافة التحاليل والأدوية الصحية الموجودة في القافلة وده لخدمة أهالينا في منطقة الحمراوين في إطار مبادرة حياة كريمة. بنقدم الخدمة الطبية مجاناً. عندنا اكتر من كذا تخصص واحنا كصيدلية بنصرف اكتر من 110 صنف بيخدم كل التخصصات الطبية المريض بيقوم بالكشف بعد كده بيعمل التحليل اللازمة ويجي يصرف عندنا العلاج كله بالمجان اجريت كشف باطنة خدمة ممتازة جدا العلاج مجاني داخل الصيدلية كافة التحاليل مجانية قسم الاشاعة يعمل على مدار دائم